نجي الموضوع آخر مهم هو الـ combination of stresses، يعني تركيب الإجهادات. فهنا عندنا مثل ما قلت لكم الإجهادات المختلفة الموجودة تعرض لها السلاب. أكو إجهادات بالنسبة تسمى critical position اللي حددها بيرمستر وقال عنها تصير بالركن وتصير داخل interior وتصير، يعني الركن هو الكوردر والانتيرير هي الداخلي وبالحافة هي الإيج. هاي إجهادات كل واحد إلى قانونه، وتذكرون إحنا قلنا إلى قانون سترس وإلى قانون شنو، إلى قانون الديفليكشن أو الإزاح عبرنا عنها بالدبليو. أما بالنسبة للإجهادات الوربينج هم عندنا ثلاثة أنواع من الإجهادات. بالنسبة لإجهادات الطي هي نتيجة ارتفاع وانخفاض درجات الحرارة على طول السنة، واللي هي تكون هم بالكورنر وتكون بالإيج وتكون كذلك داخلي، ولها قوانينها اللي حكينا. وطبعا أنا نطيتكم تعديل على القوانين الموجودة على الثيرمال وطيتكم رسم عليه. احنا راح ناخذ المثال ووضح لكم شنو شلون نستخدم الفيجر حتى نطلع او حتى نستخدمها بالقوانين الخاصة بالووربينج. وكذلك هنا راح يدخل عندنا في الحسبان هو اجهادات الاحتكاك اللي هي نتيجة ارتفاع والانخفاض اليومي لدرجات الحرارة، فكلها تتعرض لها هاي اللوحة الكونكريتي وتنجمع، او مثلا يصير جمع طرح نجمعها اثنين مثلا، نطرح واحدة او نجمعها ثلاثة او بس اثنين نجمع منهم مثل ما راح نشوف بهاي الحالة. فبالنسبة هنا مقدمة يقولك the various stresses، الاجهادات المتنوعة والمختلفة acting in a cement concrete pavement combined to give the most critical combination. كل هذه الإجهادات المعرض لها اللوحة الكونكريتي أو تبليط الإسمنتي تتراكب أو تتركب حتى تعطينا التركيب اللي يكون critical of the stress للإجهادات، يعني حرج بالنسبة للإجهادات المسلطة عليه. وبالتالي يصبح and it becomes necessary، يصبح من الضروري أن نأخذها بنظر الاعتبار to consider the condition، نأخذ هذه الحالات conditions under which they combine التي تكون فيها هذا التركيب. فعندنا هنا عندنا ثلاث حالات طبعا. The following are التالي are the conditions، هي الحالات أو اللي يكون بيها the provide critical combination of the stresses اللي يتركب أو يصير بيها تداخل أو تراكب أو جمع للإجهادات. بالنسبة عندنا أول نوع أول نقطة أو أول condition نقول أول حالة هي في حالة الصيف in summers. في حالة الصيف the critical combination for interior and edge regions الداخلي والحافة regions during the midday خلال منتصف النهار exist تكون موجودة when the warping of the slab is downward عندما يكون السلاب يطوى إلى الأسفل أو يحاول، يعني إحنا مثل ما قلنا وشرحنا قبل during this period خلال هذه الفترة maximum tensile stress أقصى إجهاد شد is developed راح شنو يتولد او نقول developed او نقول generated okay due to warping نتيجة شنو حدوث الwarping and this is cumulative with the tensile stress due to loading وكذلك يكون او يتداخل او يجمع cumulative يجمع يكون يتم تجميعه مع من مع tensile stress due to loading. احنا قلنا هنا عندنا اكو اجهادات مع اللودينج واكو اجهادات حراريه. الاجهادات الحراريه بها الووربينج والفركشن، اما اللود هي تنقسم قلت لكم ايج وعندنا انتيرير وغيرها وكورنر. فهنا أنا بالنسبه لهاي الحاله كريتيكال كومبينيشن اوف ستريس ات ايج ريجن ات ايج ريجن وين ان ذا سمر ان ميد داي، فهنا أنا في منتصف النهار، فهنا تساوي اللود ستريس، واللود ستريس نقصد به هو اللود الحمل او الاجهادات اللي نحسبها من الموضوع للكريتيكال بوزيشن اللي هي تكون في منطقة الايج لها قانونها، زاد الووربينج في منطقة الايج ولها قانونها، ناقصا الفراكشن ستريس اللي يكون لها قانون خاص به اللي اخذناه اخر موضوع قبل هذا الموضوع عن الفراكشن ستريس. اما في الصيف in winters the critical combination stresses at the interior and edge في حالة الانتيريور و edge regions exist يكون موجود when the slab contracts يعني يحاول يتقلص او يتقلص and warps downwards during the midday ويحاول ان ينطوي الى الاسفل خلال فصل منتصف اليوم.
وبذلك يكون التركيب او الجمع مع هاي الكريتيكال كومبينيشن اوف دي بوتوم فايبر از ايدج ريجن. في حاله الايدج ريجن هو اللود ستريس زائد ووربنج ستريس زائد فراكشنال ستريس. هنا صارت ناقص العفو هنا زائد. اوكي هاي واحد ينتبه لها من يحل شيء نوع من الاسئله. اما بالنسبه للحاله الثالثه الكونديشن 3 ذا كريتيكال كومبينيشن ستريسز اكزيست يكون موجود for the corner region في حالة وين حالة الكورنر region منطقة الكورنر اللي هي منطقة الركن يعني which the slab والعفو when the slab warps upward يحاول انه upward ينطوي during the midnight خلال شنو منتصف الليل midnight critical وبذلك يكون قانون critical stress at the top fiber at corner region يساوي load stress زائد warping stress فقط. load stress ناخذه من قانون الكريتيكال بوزيشنز اللي هو يخص الكورنر، اما الوربنج ستريس ناخذه من قوانين الوربنج اللي هو يخص كذلك الكورنر. طبعا راح نشوف في هذا المثال اللي راح هسه نحله شوي نغير بالمنطوق هنا فرد هسه اقول لكم وين نغير. راح نشوف هنا أنا شلون نعالج حالات او راح ناخذ حالتين ونشوف ونقارن بيناتهم. بالنسبه لهذا الاكزامبل هو هنا يقول اسمنت كونكريت بيفمنت سلاب لوح كونكريتي يكون الثيكنس مالته السمك مالته هو مقداره 30 سنتيم از كونستركتد اوفر جرانولار سبويس ويكون شنو موضوع او ينشا على جرانولار سبويس سبويس يعني حبيبي هوز مودولوس اوف رياكشن ويكون المودولوس اوف رياكشن مقداره 50 كيلوغرام بير سنتيمتر تكعيب اللي هو قلنا كي ذا ماكسيمم تمبرتشر ديفرنسز وتكون اقصى درجه حراره بالفرق بين التوب والبوتوم اوف ذا سلاب دورينج سمر داي اند نايت خلال فتره الصيف وال يعني النهار والليل مقدارها 18 هذا الفرق بين الليل وبين النهار درجات حراره بين التوب والبوتوم The spacing between انتبه لها spacing between the transfer contraction joint يعني المسافة بين المفاصل العرضية وانتم تذكرون احنا اول ما اخذنا بالمحاضرة شفنا شنو المفاصل العرضية شلون يكون يعني وين يكون اتجاهها والمفاصل الطولية شلون يكون اتجاهها تقدر ترجع الرسومات الموجودة بالبداية فهنا يقول المسافة بين المفاصل العرضية مقدارها 4.5 متر اما بين مفاصل الطولية اللي هي longitudinal اللي على طول السلاب مقدارها 3.5 متر هاي جدا مهمة راح نشوف أهميتها من راح نبدأ نحل السؤال هذا وراح نطبقها على الرسم اللي انطيتكم إياه الخاص بالوربنج ستريس فهنا شي يريد find بس انتبه للمنطوق راح نغير اكو شغلة find the worst combination of stress أوجد أسوأ حالة من تركيب الإجهادات يعني الحالة الكريتيكال قصدي فهنا عندك أريدك هذا تشيليا add the edge during the night هذا تشيلهن هاي العبارة add the edge during the night تستبدلها during the day and night تستبدلها during the day and night يعني أوجد حالة ال worst comp أو critical combination خلال فترة النهار والليل using the following data طبعا عندك جدول بالمعلومات الخاصة مو بس هنا انطيتك معلومات لا اكو جدول نجدول هاي المعلومات ونطيك الديزاين ويل لود اللود هو البي مقدار 4500 كيلوغرام هنا الوحدات كيلوغرام سنتيمتر اما اذا جتك نيوتن او كيلو نيوتن فحاول انه توحد العفو بالنسبة للراديوس اوف ذا كونتراكت اريا اللي هو اي 15 سنتي اي سمول تذكرون والمودولوس اوف الاستيسيتي مقدار 300 ألف كيلوغرام بير سنتيمتر تربيع أو 3 × 10^5 أما بالنسبة للبوزن ريشيو اللي هي مال كونكريت ميو 0.15 والثيرمال كوفيشنت أوف ذا كونكريت مقدار 0.0011 لكل درجة حرارة درجة سنتيغريد دقري يونت ويت أوف كونكريت الجاما مال كونكريت هي مقدار 2400 كيلوغرام بير متر تكعيب أما الكوفيشنت أوف سبجريد الستريم اريدك تخلي يم هذا اف معامل الاف اللي اخذناه باخر موضوع يعني بالاجهادات الحرارية انه اكو اف هذا مقداره يتراوح من 1.5 الى 2 قلت لكم
اذا ما انطيتكم الرقم اخذوا 2 على مود يسهل بالحسابات، يختصر 2 مع 2. هنا انطيتك يا رقم مقداره 1.5 تاخذه حتى تحسبه وين بالسؤال.